تصريح اليوم إذاعي لصافي سعيد ثم أعطيك الكلمة سيد نصر الدين. الدولة التونسية كلها جمدت وقعت تجميدة، اليوم لازم نحلو فتح تشوفوا منها الضوء ونشوفوا ماذا يحصل في العالم، ماذا يحصل عندنا، ما زلنا ما نعرفوش. الرئيس هو في البنكر متاعه، هو في القوقعة متاعه، ما توصلش يستمر برشا الوضع هذا، ينجم يستمر، ينجم يصبح كارثي، بدأ يتحول إلى وضعية كارثية. يبقى سعيد ليكن نكون صريحين مع بعضنا، حتى جماعاته بدو يملوا منه، ما عادش عنده ما يعطي وما عنده ما يعطي لا مستقبل. قيس سعيد في تونس احنا مانيش نعيشوا في مدرسة صباحية هاو نرفعوا النشيد العالمي والنشيد الوطني ونمشي من هنا خطوتين ومن هنا خطوتين ومن هنا نعطي جملتين ومن هنا نعطي جملتين. وين قداش عمل العيد للشرطة؟ افتحناش نهار مستشفى، افتحش نهار طريق، فتحش نهار معمل، حتى معمل ترى شو هاي. سيد نصر الدين لك الكلمة ونعطوك وقتك. هو قال لك الرئيس السعيد لم يفتح نهجا، لم يفتح بابا، صحيح عنده قدرة رهيبة في الهدم، هذا اختصاص رقم واحد، لكن ما بنا شيء ما نتخافوش منها برشا. سمحني قبل كل شيء نشكر أختنا المناضلة بسمة، ونحب نشكر كذلك كل الأخوات. أنا بصراحة كل السيدات الفاضلات، أنا بصراحة في ما بعد الانقلاب فجأت مفاجأة كبيرة ياسر بقوة وعزيمة شجاعة المرأة التونسية. معناها تم تصدي كبير جدا، وثم نساء معناها زادوا وفاقوا رجال الشجاعة بتاعتهم في الوضوح معناها وفي الخروج السافر في وجه الانقلاب. ربي يبارك فيهم وإن شاء الله يواصلوا إن شاء الله. والله انا مش نرجع لقيس سعيد. انا هذا واقع يا سيد نصر الدين، مو فاهم توانسه. اي انا فاهم انا هو شيء معناها شيء كذا اللي وقع لينا شبه الحلم. معناها لو انا نقول لو كان ثم السيد هذا عنده الشروط الدنيا من السياسي راني نقولوا هي ممكن. لكن انت تجي الاكثر ربما لو كان نشوفوا لبنان شوي اكثر الشعوب ثقافه معناها اكثر الشعوب المتزوده بثقافه سياسيه متقدمه ومتقدم فيها معناها العمل السياسي وعريق وحقوق الانسان والنقابات وكذا، اليوم تتفاجأ مشوا في دوله اخرى بدائيه على الاقل كانت قبليه ودوب مالاش لمت قبائلها وانصهرت. اليوم نحن نتحدث على دوله ضاربه من أهل البيات. اليوم أنت تلقى فيها إنسان الحدود الدنيا ما عندوش، إنسان غير قادر أنه يسير معتمديه. فكيفاش أنت تطور أنت السيد هو هذا؟ هو يطرح نفسه بديلا للعالم يا سيد نصر الدين. أممية، هو قالها مع واش اسمه مع رضا لينين، قال ولا رضا، هو قال في لقاء ما بضاهم، قال وبعد في تونس وفي العالم معناها بشكل اممي. هو يتخيل انه سيصدر فكره للعالم وانه والمشكله ساعات تفير انت وتخاف ياسر على البلاد هذه انك تحس فيه يتكلم بجديته. تم ناس رؤساء زئبق يتعاملوا ينافقوا يجادلوا وكذا، وعلى الاقل عنده الحدود الدنيا في وقت يبقى مع الجروب بتاعه يقول لهم اي مروا مشروعنا ولكن نشدوا الدولة باش ما تنهارش باش يستمر مشروعنا خدمة كل الشعوب. فيبنوا الدولة بشكل أو بشكل من الأشكال ومروا مشاريعهم وأفكارهم وثرواتهم وكذا. السيد هذا خارج الأمور تماما. السيد هذا في عالم آخر، قلت لك الأرقام اللي يعطي فيها هذه تقول طفل صغير ما يقدرش يعطي الأرقام هذا. السيد هذا أنت نحب نقول مواطنين باش تشوفوا السيد هذا شنو هو. ما نتكلم في المواطنين اللي عندهم ثقافة دنيا، اللي عندهم ثقافة متوسطة وعالية، هذا ما عادش تكلموا. هو عامل راسه هكاك ولا دبر راسه، هذا ما عندكش به مشكلة. ما عادش تحكي معاه هذا أصل. أنت تحكي مع الناس اللي ثقافتهم دنيا خلاص تلقاه. تقول لهم يا جماعة راهو الرجل هذا مش عمل استشارة. الاستشارة دي فيها 7 ملايين. الاستشارة هذه راهو جاب فيها بالتدليس بالواحد كذا ما جابش فيها وبالمعاه وبالضبط
ما جابش له 3.5%. وبعد خلينا من هذا، بعد الراجل هذا ما خرجش حشم وعمل تخريجة ذكية، قال لا ونعتذر وكذا، وثم قال نجحت نجاحا باهرا. سامحني حتى ياسين نصر الدين عم مختار اللحام اللي كان قبل معناها نضحك عليه نعطوه 50 يقولوا له ما يصدقهاش. هذه ياسين نصر الدين نعم، ثم ثلاثة أحصنة ولا فروسة تسابقوا، واحد يسألوا فيه والفرصة متاع جت الثالثة الأخرانية، هم ثلاثة بركرة متسابقوا، كي يسألوه قد جت الفرص يقول جت الثالثة، ما يقول جتش الأخرانية جت الثالثة، وهي هم ثلاثة برك. معناها شوف حتى صاحبنا السابق ثلاثة وهو جلعش دين. لكن ياسين ياسر الدين أنت تخاطب خطاب سمح، لكن ثم ناس كما تو يقول لك توانسه يقول لك اخويا اخطائي من قيس سعيد المعارضه هذوما جيب لي اي بديل. لكن ثم ناس راهم تليعوا يقول لك من 10 سنين، هما يقول لك في 10 سنين ما جتناش التغيير الاقتصادي. يا اخويا خلينا نعطوه فرصه. كيفاش هي مش اشكال كذا؟ الحاجه الاولى كذا اذا هنا ما هنا ما تقدرش تخلط، ما تقدرش تحدث الناس كل بعضها. هنا ما تفصل، ثم درجه من الوعي تقول يا ودي كيفاش ما تجيش، ما ثماش حاجه اسمها نعطيك الديمقراطيه باش تحاول باش تعمل محاوله باش تجيب لي الخبز. منين جت هذه؟ تعطيها تقولها المجنون ما يصدقهاش. الدرجه الثانيه اللي ما يهمهاش، انت تكلم هو يقول لك سيدني الديمقراطيه ايش معناها ديمقراطيه كذا ولا الناس هذه تقول لهم هاكم الواقع، هاكم كركرتونا معاكم وعشتوا الواقع، وهاك تشوف روحك بعث 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 راجل بالموبيلات من 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 الدقاش ما نعرف شنو 25 كيلومتر باش يشوف حما ولد طلع شنو عنده شكاره سميد يقسمها هو وياه. اي عمرها ما وقعت هذه، ما نحبوا نفهم بالطريقه ذي، هانوا بالطريقه ذي. هاك انت تلف اليوم لاختك ولاخوك وكذا باش تسال وشنو اموركم ولاباس وكذا، تقول له ثماش سميد، يقول لك بالله هاو مشى كذا كذا صبيطلع 30 كيلومتر 35 كيلومتر على القصرين مثلا. نعم ما وقعتش هذه، تو هاك جربت وجد. تقول لي انت لا هذه راهي نتاج مراكمات تاع ترويكا. نقول لك بعقل اعمل عقلك وخدم عقلك وشوي براحتك في عقل. انت لما تكون نتاج نتاع 10 سنوات اخي، النتاج نتاع 10 سنوات شبهها الدنيا ما طرقتش في السنه الثالثه في السنه الرابعه، وشبه الكارثه ما وقعش في السنه الخامسه في السنه السادسه، شبه الكارثه ما وقعش في عاد مشيش هنا شبه الكارثه وقعت كان تو ما عندناش زهر لها على سيد الرئيس. اي لازمك تسال روحك تمام، مجموعه من الاسئله تطرحها على نفسك. الانسان اللي ثقافته لا غالب، الانسان وعيه السياسي ما عندوش وعي سياسي. ها هو اطرح الاشكال على نفسك. انت ماهم في 2013 قالوا البلاد خربت وكذا وما عادش فيها والنهضه دخلتها البلاد وكذا، ينا عشنا وكلينا الخبز وقعدنا. وانا قدمت في مراحل قدمت في 2017 ظهر لي قدمت تقرير كامل، عملت تقرير كامل على ايجار ونسبه النسبه نتاع المعيشه مستوى المعيشه وعلى معناها شهريات المعلمين بين الاردن وبين الجزائر وبين تونس. فهمش حاجه بيت الناس كل بعض. تقول لي انت ما ديونيه والجزائر اقل مدنيه، هذيك بترول 92% من مداخيل النفط ماشي تخدم في الدين العام. اما على مستوى المعيشه الداخليه راهي ازمه عامه. انت قلنا ازمه عامه، والمعهد الوطني للاحصاء مؤخرا اكد انه نسبه التضخم 7.2% كانت قبل الشهر اللي قبله 7 واللي قبله 6.8، مع العلم راه 7.2 جديد. احنا انت تحدث فيها على جديد، انت تحدث فيها على كارثه، انا نتحدث فيك على ما قبل كارثه. ما قبل كارثه، ما قبل كارثه كان امر طبيعي، كان ثم تعثر صحيح كان كذا، اما مش كيما يصور فيها الاعلام. لما نقول لك انا راني انا عشريه الخراب، اي راني نقول لك انا في 2017 قدمت المعلم الجزائري كيف قداش ياخذ والمنح نتاعو شنو وكيفيه الايجار نتاعو شنو. نعم. والمعلم التونسي عملت مقاربه ومقارنه مع المعلم الاردني، معناها راك مش في كارثة. الإعلام يصور لك أنت في كارثة، علاش؟ لأنه التصوير أيديولوجي يسوق لي تسويق اقتصادي. المواطنين في الأخير أنا نمشي معاك، ولكن في الأخير يلزمك على الأقل ما تعطينيش الوعي، تعطيني وزنك خليني نفهمك حتى بالعجيب. واضح.
امر واضح، امر واضح. الراجل ماشي الى مستنقع خطير جدا، الى انهيار كبير جدا. يا ناس فيقوا على روحكم. وللاسف الشديد مش كان تقرير مجموعه الازمات الدوليه، افتتاحيات كبرى الصحف الدوليه سي محمد، اكيد وانك تابعت هالايام الواشنطن بوست الامريكيه وصحف كثيره، ثم صحيفه المانيه بفالز وصفته بفرعون جديد. الواشنطن قالت تراه ان تونس تسير نحو دكتاتوريه جديده، واخر امال الربيع العربي. رئيس سعيد قاعد ينظف فيها، هذا الواشنطن بوست مش الشروق والانوار متاعنا، هي الواشنطن بوست اللي صحف الفاعلة وتصنع الرأي العام الدولي.